السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة المتواضعة. تحياتي لكم جميعا وأشكر الجميع على المتابعة المستمرة والدعم. إذا كانت هذه أول مرة لك في القناة أهلا وسهلا بك، أتمنى منك الاشتراك، وإذا لم تكن أول مرة لك في القناة شكرا للرجوع من جديد. سأتكلم اليوم إن شاء الله عن موضوع صغير ولكن مهم، وخصوصا أنني لاحظت في الفترة الأخيرة استعمال إخواننا المسطحين لكلمة مغالطات منطقية، أنا قلت يعني أنا هذه خرجتها عليهم، يعني أن المسطحين عبارة عن كنز من المغالطات المنطقية، لأن كل كلمة تقريبا يقولونها بغض النظر عن من هو المسطح، كل كلمة يقولونها يوجد فيها مغالطة منطقية إذا نظرت لها بشكل صحيح. لماذا؟ لأنه لا يوجد لديهم حجج، هذه هي المشكلة. على العموم، إحدى المغالطات، طبعا المغالطة المنطقية ينبغي عند استعمالها، وأنا على فكرة من محتوى المغالطات المنطقية الموجود على ويكيبيديا أنا من الناس المساهمين فيه الحمد لله، يعني فأنا هذه من الأشياء التي أنا أعملها من زمان وليست من يوم جديد، فأنا أعرف ما هي المغالطة المنطقية وأستعملها بشكل مستمر دائما في كتابة الأوراق، لأن المغالطة المنطقية هذه قد تتسلل إلى أي شخص مهما كان، حتى لو كان إنسان عالم، حتى لو كان يعني أي من كان قد تتسلل إليه، فينبغي له أن يكون على دراية بها حتى لا يمارسها أو لا يقترفها كما نقولون، لأنها جريمة بحق الفلسفة. على العموم، طبعا إحدى أشهر المغالطات التي يستعملها المسطحون، ينبغي دائما كما قلت أنا عندما تقول والله هناك مغالطة ينبغي أن تذكر ما هي المغالطة وتحدد وتفصلها أيضا حتى يكون كلامك له قيمة، أما مجرد أن تسرد كلمة مغالطات منطقية مثل الذي يقول والله نحن لا نعرف سبب الليل والنهار وأن هناك مغناطيس هو الذي يسبب هذا الشيء، طب كيف عرفت ذلك؟ خلاص هي هكذا، لا يوجد عندي أي دليل، طب نحن نستطيع أن نرصد المغناطيس ولا نرصد هذا الشيء؟ خلاص هو هكذا. فنعود إلى قضية المغالطات المنطقية، وسأبدأ في إحدى المغالطات التي هي للأسف embedded، يعني هي جزء من نسيجنا الوجودي كعرب، يعني هذه المغالطة موجودة في اللغة العربية، موجودة من أصل اللغة العربية من حتى من أيام الشعر الجاهلي، وهي جزء من النسيج اللغوي العربي، هي مغالطة الشخصنة. يعني إذا أنت وجدت مثلا أي شعر قديم فيه ثناء أو رثاء أو رثاء أو مثلا فخر أي شيء أو هجو، ستجد فيه مغالطة الشخصنة واضحة تماما بكل وضوح، تجد أن فلان سيء لأنه من قبيلة الفلانية، فلان حسن لأنه من ابن فلان، هذه هي الشخصنة بالتحديد، هذه هي المغالطة، مغالطة الشخصنة. لماذا؟ لأنها تعتمد على خصائص معينة في شخصية الإنسان أو في الشخص نفسه حتى تقبل أو ترفض إما عمله أو شخصه أو كلامه. يعني مثلا عندما يأتي شخص ويقول فلان كلامه خاطئ أو كلامه غير صحيح أو يحتقر الناس أو مثلا لأي سبب لأنه يتكلم من سيارته كما أفعل أنا الآن، هذه هي تعريف يعني textbook definition أو التعريف الحرفي كما تقرأه في الكتاب لمغالطة الشخصنة، أنك تشخصن الموضوع أو تقبل أو ترفض نقطة معينة بناء على حيثيات الشخص القائل. فلان كلامه صحيح لأنه والله بس في مكة، يعيش في مكة وبالتالي كلامه صحيح، هذا كلام أيضا لم يقل، هذا من المغالطات التي تعتمد على شخصنا هنا، الشخص الفلان كلامه صحيح لأنه في مكة، هي صح جزء إيجابي ولكن لا تأخذ بكلام الشخص بناء على المكان الذي يعيش فيه. فلان مثلا كلامه سيء لأنه فلسطيني مثلا، أيضا مغالطة الشخصنة، لا تستطيع أن تستعمل أو تقول أن فلان كلامه، ينبغي أن تفحص الكلام نفسه وليس الشخص الذي يقول هذا الكلام حتى تعترف أنه حتى تعرف إذا كان مثلا هذا الكلام صحيح أو خاطئ، وليس بناء على المكان أو على الشخص أو على لونه أو على شعره، أو يعني إذا كنت أنت إنسان عندك نوع من الاعتراف بتساوي الإنسان أو المساواة بين البشر كما هو المفروض أن تعرف أنت كمسلم مثلا، فأنت ينبغي أن تكون أبعد ما يكون عن مغالطة شخصا، ولكن هذا الشيء صعب، أنا أعرف أن هذا الشيء متغلغل في المجتمع وفي الـ DNA الخاص باللغة العربية مثلا لأنه موجود في كل مكان، لكن ينبغي التمييز بين هذه المغالطة وبين وصف الإنسان بما فيه. يعني مثلا عندما أقول والله كذاب، هذا ليس شخصنا، هذا حقيقة،
هذا شيء يمكن التدليل عليه. لدينا مئات يمكن آلاف الإثباتات الآن أنه كذاب مثلا، أو مئات الإثباتات أنه جاهل. في الحالتين نحن لا نشخص في هذه الطريقة، نحن نوصف الشخص الذي فيه ونتهمه بأنه كذاب. إذا قلنا والله أن عندما يقول أن هذا بطل الدم مثلا هو شيء خرافي لأن أصبر اللون، ساعدها نكون شخصا. ولكن عندما نقول أن مطر الدم هو عبارة عن كذبة وتخريف من قبل لأن هناك تفسير علمي له، وهذا هو التفسير، وهذا الشخص يأتي بتفسير خرافي بدل التفسير العلمي، دلالة على قلة الأمانة في النقل وقلة العلم أيضا، فهذا ليس شخصنا. ينبغي الفصل تماما بين الشخصنا وبين الاتهام. عندما تتهم شخص أنه مثلا كذاب تصف لماذا هو كذاب، وعندما تتهم شخص أنه جاهل تصف لماذا هو جاهل. ولكن عندما تهاجم الفكرة لا تستطيع أن تقول لأن فلان عيونه خضراء، لا تستطيع أن تقول لأن فلان شعره طويل. هذا هو الفرق بين الشخصنة وبين الاتهام. والاتهام ليس شخصنا، الاتهام إذا تم التدليل عليه هو شيء عادي يمكن الأخذ به وليس مغالطة الشخصنة. هذا الناس لا تعرف يعني هنا يعني دليل واضح على أن الناس تستخدم أحيانا مصطلحة لا تستوعب كيف تستعملها، زي مثل وهذا نجده كثيرا جدا عند المسطحين، أن والله الجاذبية هي نظرية وبالتالي هي مجرد نظرية. النظرية العلمية هي أعلى مراتب التفسير الموجود، أعلى مرتبة في التفسير هي النظرية. لماذا؟ لأن النظرية تفسر الواقع وليست الواقع، نظرية تفسر لنا ما نرصده فقط، هذا مكان النظرية. لماذا تسقط الأشياء إلى أسفل؟ لأن هناك شيء، هناك قوة اسمها الجاذبية. هذا تفسير نيوتون، وهناك تفسير أشمل لأينشتاين. بغض النظر عن التفسير، القضية لها علاقة بماذا؟ بالمشاهدة. هناك مشاهدة، شيء يسقط، لماذا يسقط؟ لكذا. عندك دليل عليه؟ تضع الأدلة. عندك إثباتات عليه؟ تضع الإثباتات. عندك طريقة للحساب والتوقع فيه؟ تضع كل هذا أمامك. والآن هذه هي النظرية، تصبح نظرية مقبولة أو مرفوضة فقط. لا تستطيع أن تقول هي نظرية صحيحة أو نظرية خاطئة، هي مقبولة أو مرفوضة فقط. هذه صفات النظرية. ويأتي شخص ويقول والله نحن نرفض النظرية النسبية مثلا، لأن بلاش النسبية، نرفض نظرية مثلا الكم، لماذا؟ لأن الفلان الذي قالها ملحد. هذه هي شخصنا، لأن دين الشخص لا علاقة له بالمعلوم. نرفض النظرية الفلانية لأن الذي قالها يهودي. هذه هي الشخصنا. أعرف أن هذه الأمثلة يعني عاطفيا عند العرب تسبب لنا صدمة، أو مثلا فلان لن نقبل كلامه لأنه ماسوني. هو قد يكون ماسوني فعلا، وقد يكون شخص كريه جدا، وقد يكون من أسوأ الناس في حياته، ولكن الكلام ينبغي أن يتم محاكمة الكلام وحده وليس قائله. لأنك إذا حكمت على الكلام بقائله في مجال لا علاقة القائله فيه فأنت تشخص. عندما تقول والله ريتشارد بيرد ماسوني، هذه ليست شتيمة، هذا وصف. مثل ما نقول كذاب، وصف أو اتهام، ولكن في الحالتين ليس شخصنا، هذا شيء واقع، هذا شيء يمكن التدليل عليه. ولا أقول أن ماسوني، الله أعلم، يمكن ويمكن لا، فلا أستطيع أن أجزم بهذا الشيء، ولكن ولا أتهمه بهذا الشيء، هو حر. حتى لو كان ماسوني أنا لا يهمني، يهمني الكلام، يهمني الفكرة. هذا هو الشيء الذي نتكلم عنه ولا نشخص فيه. أتمنى أن أكون قد شرحت معنى كلمة شخصنا، حتى يستطيع المسطح أولا قبل غيره أن يستعملها بشكل صحيح. فعندما نقول للمسطح أنت إما جاهل وإما دجال، نحن لا نشخصن الموضوع، نحن نصف حالة. لأن الشخص الذي يأتيني بسؤال عن الأقمار الصناعية هو لا يعرف الجواب، وإذا كنت تعرف الجواب أنت ماذا تحاول؟ تحاول أن تختبرني يعني في معلوماتي عن الأقمار الصناعية، أو بأنك تشكك؟ لأن هذه الأسئلة الاستنكارية ليس الهدف منها الجواب. الأسئلة الاستنكارية هي واحدة من الاثنين، إما أنك أنت تشك في وجود الشيء
أو أنك لا تعرف عن الشيء. وإذا كان الشيء هذا موجود ومعلومات عامة ليس حتى معلومات لمتخصصين يعني عن الأقمار الصناعية مثلا، فأنت هنا تثبت من سؤالك أنك جاهل، هذا استدلال على جهلك مثلا. أو أسوأ من ذلك أنك أنت تحاول أن تشكك في الأشياء الحقيقية الموجودة، وهذا أيضا اتهام وليس شخصنا. هناك فرق كبير بين الاتهام والشخصنا، والعاقل يعرف كيف يميز بينهما. أتمنى أن أكون قد وضحت موضوع الشخصنا وموضوع الاتهام والفرق بينهما وكيف يتم استعمالها لإخواننا المسطحين أولا، حتى لا يقعوا في هذه المغالطات المنطقية قبل غيرهم، وإذا استعملوها فليستعملوها بشكل صحيح. تحياتي لكم، أراكم فيديو قادم. سلام.